أنا المهندس باسم طورة، مدير زراعة الشبك، بالإضافة لوظيفتي كرئيس قسم المشاريع. طبعا مدير زراعة الشبك بتغطي لواء الشبك وقضاء أذرع. في الفترة الأخيرة بتحاول الناس إنه تبحث عن آلية معينة كيف ممكن إن توفر مياه أو تستغل المياه الأمطار الساقطة، تستغل قدر الإمكان لإعادة إحياء المناطق الزراعية. بحال تنفيذ هاي الناس الأنشطة، والناس الآن هي جار العمل في تنفيذها، وكثير مبسوطين على أساس إنه راح يسهم في الدخل وراح يعني يعمل نظام ري للمزروعات اللي في الحديقة المنزلية. أنا بربي مواشي، عندي مواشي وعندي زراعة، بأشتري التنك المياه نشتري ب25 دينار من منطقة زبيرية، بيرف هناك ببيع التنك ب25 دينار 5 متر. الأبار زي هيك بتوفر علينا، يعني لو بالسنة مرتين تعبى وسحبنا بوفر علينا يعني شوية مي، وجعلنا من الماء كل شيء. كما أيضا مكنت السيدات في مجال التسويق، أعطتهم بعض التدريبات في مجال أيضا التسويق، حيث أن الأسواق المحلية هي أسواق يعني محدودة، وبعض السيدات كانت تقتصر عمليات تسويقها للمنتجات على الأسواق المحلية، لكن عن طريق التدريب والتأهيل كان هناك أيضا فرص لتدريب تلك السيدات في مجال أيضا التسويق، ليكون التسويق على أبعد من نطاق المحافظة. والله أهم التحديات كانت بالنسبة لي إنه عدم توفر إمكانيات، وضع المادي، قلة التسويق. مشروع منظمة الفاو يعني فتح عيوني على شغلات كثير. يعني بالأول صح أنا عندي مجال خبرة في التصنيع الغذائي، بس في أمور يعني كنت أشتغلها على البركة. يعني في الدورات اللي أخذناها تعلمت إنه في أشياء لها أسس علمية، في أشياء لها مقاييس معينة. برضو تعرفت على ستات يعني بدلنا خبرات. يهدف مشروع الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان، والمنفذ حالياً من قبل منظمة الأغذية والزراعة والممول من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالشراكة مع وزارة الزراعة الأردنية، يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في الجنوب في خضم التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي، المشاكل والتحديات الزراعية والبيئية والاقتصادية. كما يهدف المشروع أيضا إلى بناء قدرات أفراد المجتمع المحلي وتزويدهم بالدعم المالي اللازم من خلال المنح والقروض لتطوير مشاريعهم وتنفيذ مشاريعهم في مجالي الحصاد المائي، تجميع مياه الأمطار، والتصنيع الغذائي. إنشاء هذه الآبار يخفف العبء على أبناء المجتمع المحلي من ناحية توفير المياه، بالإضافة إلى أنه يساهم بالاستفادة من المياه، مياه الأمطار المجمعة خلال الموسم المطري.